السؤال الثاني يا شيخ، أنا زوجي الأول معذبني ومعذبني عيالي كل شيء، وحلفت إن لو توفى أني لا أحط حمار علشان أبسني فكني من شره. شو تسوي؟ تحطين إيش؟ ما أدري أنا أحس أذبح الحمار ولا إيش؟ تذبحين حمار؟ إي أنا نذرت على عذابه وعلى سواته فيني. طيب. إي على عذابه فيني وسواته فيني بعيالي. حلفت اني ما اذبح الا حمار علشان ابس. اي بس الحمار ما يجوز ذبحه يا اختي، وش تاكلون حمار؟ ما وانت القاوة لا لا بس صار نادر. انت شوفي اول شيء ادعي له. نعم. خليت خيرا منه، ادعي له وبيحي عنه، علشان شوفي يا ام محمد اذا حسبتي يوم القيامه تاخذين الحسنه حسنه، واذا تنازلتي من الله عنه من اجل الله يعطيك الحسنه ب700. انت تبين الريال بريال ولا الريال ب700؟